الخزانة. هذه الخزانة ثقيلة. أردت أن أشتري خزانة منذ فترة، وسوف أترك لك مهمة تجميعها، وأنا سأعد طعام الغداء. حسنا سأفعل. أبي، أتريد أي مساعدة؟ حسنا، إنها فرصة لتعزيز قدراته، سأجرب. هل أنت مستعد؟ رائع، لم تتراجع مهارتي في الأعمال الخشبية. ما رأيك يا أبي؟ أنا ماهر جدا، صحيح؟ أنت جمعته بهذا الشكل؟ ماذا به؟ سيحزن إن قلت ليس جميلا، وسأقلل من اعتزازه بنفسه. ماذا أفعل؟ جيد يا بني، هيا لندخله في الخزانة. فلتدخل. هيا ادخل. إن هذا مستحيل، كيف؟ هيا. أبي ماذا بك؟ لا بأس، هيا لنواصل. هيا بنا يا أبي. انتبه إلى يديك جيدا يا بني، هل فهمت؟ حسنا. من أغلق الأنوار؟ داتو، لقد وضعت المقبض في الاتجاه المعاكس، وضعته من الداخل، لذلك عند سحبه تحبس في الخزانة. هذا قد يفيد في لعبة الاختفاء. لكن هل حقا يمكن استخدامها في لعبة الاختفاء يا أبي؟ لن توافقك والدتك على هذا بالتأكيد. من أنت؟ أنا داتو، وهذا قناعي الخاص من أجل الطلاء. هذه الخزانة الصفراء جميلة جدا. أجل، صحيح، وهذا اللون جميل أيضا. ماذا؟ داتو، ستغضب والدتك بالتأكيد. ماذا سنفعل الآن؟ أظن أنها جميلة، أمي تحب التجديد وسوف تحبها. حقا؟ أبي هيا لنسرع. حسنا، هيا بنا. انتهينا. داتو، أين أنت يا بني؟ أين أنت؟ داتو، داتو، أين أنت؟ كيف اختفيت هكذا؟ أنا في الداخل والباب مغلق يا أبي. النجدة. لا تقلق، أنا قادم إليك. داتو، أنت بخير؟ أنا لن أختبئ في هذه الخزانة مرة أخرى يا أبي، كدت أختنق. هذه خزانتي الجديدة؟ ماذا فعلتما بها؟ لا أريدها، لم تنجحا في تجميعها، افعلا بها ما يحلو لكما. لقد تركت أمي الخزانة ولا تريدها ثانية، ما رأيك في أن نحولها إلى خزانتين؟ فكرة جيدة، لكن لا تخطئ هذه المرة يا داتو، لأنك إن أخطأت لن نستطيع أن نستخدمها، هل فهمت؟ جيد، لنتعاون معا في هذا العمل، وأنا لن أحدث فوضى مطلقا يا أبي، لا تقلق. هذا أفضل، هيا بنا. انتهينا. سيأخذ كل منا خزانة واحدة، صحيح؟ أجل، سأخذ خزانة لوضع أغراضي، وأنا سأضع فيها ألعابي. أريد هذه، وأنا أريد هذه. إنها جميلة. أجل يا أبي، إنها رائعة.
الثلج. لقد أخبرني أستاذك أن اليوم عطلة بسبب هذا الطقس يا بني. ها؟ إذن أنا في إجازة اليوم؟ نعم، ولذلك يمكنك أن تلعب في البيت يا صغيري. رائع، سأذهب إلى العمل مباشرة دون أن أقوم بإيصال داتو إلى الروضة. وداعا يا أبي. وداعا. كن حذرا. أراكما لاحقا. داتو اسمع، أنا سوف أخبز الكعكة في المطبخ وأنت يمكنك أن تلعب بالصالة، لكن لا تلمس الأشياء الخطيرة مثل المقبس والسخان والمكواة والتلفاز والأشياء الثمينة والأشياء. لقد فهمت يا أمي، اذهبي أنت. حسنا. سأخبز كعكة أيضا ثلجية. الجو بارد جدا، أريد أن ألعب بالثلج لكن الجو بارد. لقد وجدتها. ها؟ أصنع الحلوى الثلجية. ماذا أصنع أيضا؟ سأصنع التمثال الثلجية، وسأصنع أيضا هاتفا من كرات الثلج الرائعة. لماذا أفشل مرارا؟ إن النحت سهل جدا. سأصنع الكثير من التماثيل. أنا نحات الثلج الماهر. داتو، زوجتي العزيزة، أين أنتما؟ ما الذي يحدث هنا؟ أبي، أنا هنا. عزيزي، لماذا عدت مبكرا هكذا؟ لماذا لا يجيب أحد منكما على الهاتف؟ لكنه لم يرن اليوم. أين هو؟ أمي، أبي، لقد حولت الهاتف إلى تمثال ثلجي، انظرا إليه. ماذا؟ مسموح أن تلعب بالثلج داخل المنزل، هل فهمت؟ صحيح يا بني، لا تنقل الثلج إلى داخل المنزل. أين الخطر يا أبي؟ إن الثلج ناعم جدا. انتهيت من التنظيف. انظر إلى ما فعلته، أصبحت الأرضية متسخة وزلقة. ما فعلته يا داتو خطأ كبير. أبي لا تقلق، فلنستمع إلى الأخبار. تعطل التلفاز. قلت لك إن اللعب بالثلج في المنزل خطير جدا يا بني. لكن ماذا أستطيع أن أفعل الآن يا أبي؟ علينا أن نزيل الثلج من على الأغراض معا. لقد انتهينا من الثلج أخيرا. نعم، وأنا أعدكما أنني لن أكررها ثانية. بني، مسموح لك أن تلعب بالخارج مع أبيك، وحتى لا تشعر بالبرد ارتدي ملابس ثقيلة.
أمي انظري ماذا صنعت. ما أجمل هذا الرجل الثلجي، إنكما ماهران جدا. لا فائدة. لقد تم شحن ماكينة حلاقة أبي. عندما أكبر سأشتري واحدة. سوف أحلق لأبي لحيته قبل أن يستيقظ من النوم. أين أنت أيها الولد المزعج؟ ما الذي حدث لي؟ داتو، بالتأكيد أنت من فعل بي هذا. يا لك من ولد مشاكس. مرحبا، ماذا تقول؟ اجتماع هام وعلي حضوره؟ إنها كارثة. أنا آسف يا أبي، لم أقصد ما فعلته بحاجبي. لقد سامحتك، لكن ماذا أفعل بخصوص الاجتماع؟ لا بأس، سأساعدك. لقد فشل الأمر. وجدتها يا أبي. دعني أرى. هذا رائع للغاية. أبي ذاب حاجبات. لكن لماذا؟ بسببه. ماذا؟ طلاء؟ رائع، وجه أبي صار أسود اللون. لا وقت للمزاح، فكر معي في حل. لقد وجدتها، أمي تستخدم شيئا لرسم الحاجب. وجدته. سأرسمهما بنفسي. أبي، ألي هذه الدرجة لا تثق بي؟ سأجرحه. حسنا، سأكون منتبها، فلتفعل أنت هذا. شكرا يا أبي. أريد حك أنفي. ليس الآن، أريد أن أعطس. عليك أن تغسل وجهك سريعا يا أبي. هيا أسرع يا أبي. إنه لا يزول. كيف سأذهب وأحضر الاجتماع؟ سينظر جميع الحاضرين إلى حاجبي ويضحكون علي. أنا آسف، لقد أخطأت حقا يا أبي. لا عليك يا بني. مرحبا،
هل حقا ما تقول تم إلغاء الاجتماع؟ يا لها من خسارة. لا بأس. تم إلغاء الاجتماع ولن يرى أحد حاجبيك يا أبي، أليس هذا جيدا؟ لكن ما زال أمامنا اختبار هام. لقد عرفت ما هو. لقد عدت. هل تسببتما في أي فوضى؟ كلا. الجو حار، لما ترتدي القبعة؟ تحداني داتو أن أقوم بارتداء هذه القبعة طوال اليوم، ما رأيك في هذا؟ أترين؟ لقد اقتربت من الفوز. نعم، يبدو أنه سيفوز فهو يرتديها منذ الصباح الباكر. حسنا، أنا سأذهب إلى غرفتي فأنا متعبة. ما هذا؟ ألم يرى أحد منكما قلم حاجبي؟ هيا لنهرب يا بني، أسرع. العلكة. ثلاثة، أربعة، خمسة. سأصنع فقاعة كبيرة. هذا رائع. ما هذا الذي فعلته؟ إنها علكة أصنع بها فقاعة كبيرة. من السيء أن تأكل العلكة هكذا. أعلم هذا، لست غبيا. هذا خطير جدا يا بني. انظر يا أبي، أنا منطاد هواء ساخن. بني احترس. هذا ممتع جدا، سوف أطير إلى القمر. لكن ماذا سأفعل لو نقرها الطير؟ هيا، الغداء جاهز. هذا رائع، إنه الغداء. لا تنسى أن تغسل يديك يا بني. انظروا إلي، إنه أنا رامي البازلاء الأول هنا. إلى أين ذهبت؟ هيا أمي، أنا قادم إليك الآن. يأكل أبي سريعا جدا. أبي، ما بك؟ هل أنت بخير؟ لمن هذه العلكة التي التصقت ببنطالي هكذا؟ لا تقلق يا أبي، أنا سأساعدك في الحال. لا بأس، سأحاول إزالتها. ما هذا؟ لا تقلق يا أبي، سوف أساعدك. داتو مزعج. داتو شياوتو، ماذا تفعلين؟ رأسي يؤلمني. هذه لعبة ركوب الحصان؟ لا تمزحي أرجوك، كيف أزيل هذه العلكة من شعري وبنطالي؟ حسنا، سأفكر في حل. أمي، هل نحن سنأكل بنطال أبي؟
لا، لكن إزالة العلكة بعد أن تتجمد سيصبح أسهل. هل سيحتاج هذا الأمر إلى وقت طويل؟ نعم يحتاج إلى وقت، والآن سأعالج العلكة التي على شعرك يا عزيزي. سنضع أبي داخل الثلاجة حتى يتجمد. لا يمكن، هذا مستحيل، لن أفعل هذا أبدا. لا تخف، هكذا بالتأكيد أنا لدي طريقة أخرى. يا هذه طريقتك؟ نعم، لا يوجد خيار إلا أن نقصه، سينمو شعرك فيما بعد. هناك علكة في الحذاء. يجب استخدام الفرشاة. إنه خطأ، يجب علي ألا أرمي العلكة في كل مكان، تسببت في فقدان شعرك. بني تذكر أن أكل العلكة هو للمتعة، لكن إزالتها تتعب الآخرين، فإذا رميتها في الطريق فعلى رجل النظافة أن يدخل بين السيارات ويقوم بإزالتها، وهذا خطير جدا عليه. أبي أنا أعتذر حقا، لن أفعلها مرة أخرى، لن أرمي العلكة هكذا. أحسنت يا بني، تعلم دائما من أخطائك. لا عليك. رغم أنني قد أزلت العلكة إلا أنني لن أستطيع ارتداء البنطال ثانية. إنه إنسان عادي مثلي ومثلك، لكننا لا نستطيع أن نفعل ما يفعله. إنها مجرد ألعاب سحرية. ها؟ أتعرف هذه الألعاب السحرية يا أبي؟ رجاء أرني إياها. حسنا، أحضر إلي البسكويت وسوف أحوله إلى هلال في غمضة عين. حسنا، لحظة. جيد، انظر الآن. تحول إلى هلال في المرة الأولى، وإلى جبل في الثانية، واختفي في الثالثة. في الأولى إلى هلال، وفي الثانية إلى جبل، وفي الثالثة ستختفي. ما رأيك الآن يا داتو؟ آسف يا بني، لقد كنت أمازحك، لن أخيب أملك، سأريك الألعاب السحرية. انتظر وسوف ترى بنفسك. انظر إلي جيدا. سأخرجها من عنقي بعد أن أبتلعها. هذا رائع. والآن فلتنتبه إلي. ما رأيك يا داتو؟ مذهل، فلتعلمني إياها. كلا، إنها مهارتي الخاصة. أنا لن أعلم أحدا. رجاء علمني يا أبي، رجاء علمني هذه الألعاب. ليس كل شخص يتقن الألعاب السحرية. حسنا، أنا مستاء جدا يا أبي. أنت مسل جدا يا داتو، سأعلمك ولكن ليس الآن. تان تان تان. أبي، تعلمت؟ ما الذي تعلمته يا داتو؟ الألعاب السحرية، لقد ابتلعت قطعة النقود، علمني الآن كيف أخرجها. داتو، هل حقا ابتلعت قطعة النقود؟ أجل، كيف سأخرجها؟ بأية طريقة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أخرجها سريعا. ماذا تفعل؟
أخرجها! فلتشرب الماء سريعاً! هذا يكفي! أتريد أن تتقيأ؟ لا يا أبي، لا أريد هذا! لماذا أمرتني أن أشرب كل هذا الماء؟ كي تخرج قطعة النقود! دعني أسمع! أين قطعة النقود؟ أنا لا أسمع شيئاً! داتو، علينا الذهاب إلى المستشفى! لماذا إلى المستشفى يا أبي؟ أنا لست مريضاً. لقد ابتلعت قطعة النقود، ولا بد أن نخرجها حتى لا تضرك يا بني. يجب علينا أن نذهب ونستعين بالطبيب. لكنني ابتلعتها من قبل ولم أذهب إلى المستشفى يا أبي. ماذا تقول؟ متى ولماذا لم تخبرني بهذا من قبل يا داتو؟ عندما أسمع كلام أمي تعطيني قطعة النقود لأبتلعها. والدتك تفعل ذلك؟ أتقصد نقود الشوكولاتة؟ بالتأكيد يا أبي، هذا ما قصدت. كدت أن أموت خوفا. أبي، أريد تعلم الألعاب السحرية رجاء. حسنا، انتظر. في الواقع جميع الألعاب السحرية كاذبة وتعتمد على مهارة الساحر، كالذي فعلته معك منذ قليل. عندما أقول إنني أخرجه من وراء العنق، أضعه وراء عنقي، وعندما قدمت لك الأداء كانت يداي فارغتين. بهذه السهولة؟ تسمى هذه خفة اليد، كما أنها مهارة خاصة لا يمتلكها أي شخص. إذا كنت قد ابتلعت قطعة النقود، فربما ستحتاج إلى عملية جراحية لإخراجها. لقد فهمت، لن أقلد الساحر. هل تعرف يا أبي ألعابا سحرية أخرى؟ سأريك لعبة البسكويت السحري. هذا مستحيل. Ha 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 ha!